اسم واضح، اسمي هملول، لسعادة احمد بن سلطان الحلامي على المركز الثاني، بينما انتقل بدوري الى المركز الان الثالث، واسم مهاجم الهجمة القوية عوض بن سعيد الخريباني النعيمي، بينما على المركز الثالث او الرابع هنالك الوصول ايضا، الوصول من قبل شاهين لمحمد بن الشيبة بن صالح السبوسي، وصل على رابع الاسماء. المركز الخامس هنالك السميح خميس بن عتيق بن يمع الرميثي على المركز الان الرابع، وفي المركز الخامس يا له من اسم، هنالك شاهين مطر بن سعيد بن عتيق المنصوري من احتل المركز الخامس. المركز السادس هنالك البرج لضحي بن مبارك بضحي الاكتبي على سادس الاسماء، بينما المركز السابع مشاهدينا متابعينا الاعزاء هنالك شاهين سعيد بن يابر بن ستان بن يابر المري يشاركنا هذه المشاركة المسائية بكل فخر، بينما هنالك القوة والإثارة ضمن الأسماء القوية والباحثة عن التحديات والفوز، هنالك النعاس، هذا ما هو ناعس، هذا نشيط في هذه الانطلاقة، هنالك أحمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري، بينما القوة والإثارة هنالك أيضا من حمد بن عبد الله بن حمد القحطاني مع التحديات، بينما القوة والإثارة هنالك من الشقاوي ضيف عزيز قدم ليشاركنا هذه المشاركة القوية، ناصر بن غازي بن سعود العتيبي، وهذه أيضا لحظات الوصول على المركز التاسع، بينما عاشر الأسماء فهنالك شاهين خميس بن خليفة بن خميس الخيالي على عاشر الأسماء، عشرة أسماء، عشرة أسماء، يا أبو ظفيرة أنت تحلق، أنت تحلق بقيادة شاهينية، علي بن سالم بن عبيد بو ظفيرة العامري على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني فهنالك شاهين مطر بن سعيد بن عتيق المنصوري مع المركز الثاني، بينما ثالث الأسماء فهنالك هملول المعركة الهملولية مع المركز الثالث، وتعود ملكية هملول لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي على المركز الآن الثالث، وفي المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الأعزاء هنالك أيضا القوة والإثارة مع المركز الرابع، هنالك الوصول ايضا والقوة من هذه الاسماء الباحثة عن التحديات، هنالك شاهين محمد بن الشيبة بن صالح ايضا يتحدى مع هذه القوة الشاهينية، الله الله يا المزروعي، وصول من شاهين سعيد بن يابر بن ستان بن يابر المري مع القوة والإثارة، البرج العالي وصل، وصل البرج، وصل البرج مع التحديات والإثارة، هنالك واصل بكل قوة، يا سلام يا سلام، هنالك أيضا التحدي والإثارة من هذه الأسماء القوية الباحثة أيضا على الفوز والانتصار، ولكن كفو كفو من وصل، محمد بن سلطان بن مطر بن مرحان الاكتبي على المركز الآن الخامس، يا سلام، بينما هنالك التحديات والوصول ايضا من ضمن الاسماء القوية، كذلك وصول، يا سلام، هنالك ايضا من الشعارات المنطلقة، الشعارات الباحثة، يا بن مية اتأخر الى المجموعة الاخرى، الى الاسماء التي تبحث ايضا عن الفوز والانتصار، هنالك وصول، هنالك ايضا سواح، مرحبا بسواح بهذه السياحة المشرفة، يصل بكل قوة، حمد بن محمد بن فهيد العجمي يواصلنا بهذه الانطلاقات القوية، بينما هنالك الوصول من مشغل سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي مع التحديات، بينما هنالك الوصول ايضا من سلهود مبارك بن سرداح العتيبي، وعلى المركز العاشر الوصول والقوه من شاهين حمد بن عزان بن محمد المزروعي، وصل مع الاثاره، اعود الى المركز الاول، اعود الى
العامري. يا سلام يا سلام يا سلام، ما هذه القوة الشاهينية المسيطرة على مقدمة الشوط. يا سلام عليك يا ابو ظفيرة، يا سلام عليك يا ابو ظفيرة، على هذه القيادة، على هذه السيطرة الواضحة. هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك، حتى تظل على هذا المنوال المستمر بالفوز وبالقيادة وبالسيطرة، قيادة زمام الأمور مع هذه الأسماء العملاقة. بينما المركز الثاني هنالك شاهين سعيد بن يابر بستان بن يابر مع التحديات والإثارة، بينما المركز الثالث هنالك القوة من قبل شاهين محمد بن الشيبة بن صالح المزروعي، وصل بن الشيبة، بينما هنالك شعار وصل كفو في الأداء الكفو محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي على المركز الرابع، وهنالك أيضا سعادة أحمد بن سلطان الحلامي على المركز الخامس. المركز السادس هنالك شاهين مطر بن سعيد بن عتيق المنصوري، وصل مع التحديات والقدوم. ايضا هنالك من هملول خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، وصل الفلاحي، وكذلك شاهين خميسة بن خليفة بن خميسة الخيالي. اعود مع المقدمة، اعود مع القوة، اعود مع التغييرات اللي جرت وطرت على مقدمة هذا الشوط. يا السلام يا شاهين، القوة الشاهينية على مقدمة الشوط، على الصدارة. شاهين على المركز الاول، وتعود ملكية شاهين سعيد بن جابر بن ستان المري على المركز الاول. المركز الثاني الوصول والتحديات، يا لها من قوة، يا لها من إثارة. على المركز الثاني كفو محمد بن سلطان بن مطر بن مرحان الاكتبي، والمركز الثالث هنالك شاهين خميس بن خليفة بن خميس الخيالي على المركز الثالث. ولكن ماذا؟ أعود مع كفو، كفو يا كفو، كفو يا مالك كفو على صدارة الشوط. يا سلام يا سلام، انطلق انطلق، قدم لنا الكثير والكثير، وقدم لنا مهابة، وهذا هو كفو يتبع طريق مهابة، يتبع طريق مهابة. هنيالك يا بن مرخان، سويتها وانت قدها. سلام إلى دبي، سلام إلى مرغم، سلام يا بن مرخان سلام. أتمنى أتمنى أن يكون هذا الشعر دائما في مقدمة الرموز والأشواط. يا سلام، هذه هي لحظات الوصول، هذه هي لحظات النصر. كفو محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان المركز الأول. المركز الثاني هنالك شاهين سعيد بن جابر بن ستام بن جابر المري. المركز الثالث هنالك التحديات شاهين خميس بن خليفة الخيلي. وفي المركز الرابع هنالك الوصول بشعر الفراحي خالد بن حمدان مغان الفراحي. المركز الرابع شعار أبو ظفير يتدخل مع شاهين علي بسالم بن عبيد أبو ظفيرة العامري مع الفوز والناموس. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، رأينا شوط حماسي وشوط هام ومهم، ورأينا القوة مع كفو. هذه هي لحظات الإعادة، هذه هي لحظات كفو ولحظات بن مرخان. السرعة القوية ما شاء الله، وصلت سرعتنا إلى 50 في هذه الانطلاقات الرائعة والتوقيت الزمني. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، 9:20 و3 أجزاء من الثانية كان من نصيب كفو. التهنية لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، بينما المركز الثاني اللي قدم لنا عروض رائعة فكان شاهين سعيد بن جابر بن ستان بن جابر مع التحديات 9:21 و9 أجزاء من الثانية. ثالث الأسماء كان شاهين خميس بن خليفة بن خميس الخيالي، توقيت 9:21. توقيت يا مخرجنا، توقيت لصاحب المركز الثالث، شكرا. المركز الثالث 9:23 و7 أجزاء من الثانية. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أتمنى من الله ومنكم أن أكون وفقت في وصف المراكز المتقدمة. زميل آخر وشوط آخر ينطلق، على البركة والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، من هنا نجدد التحية واللقاء من جديد مع هذا المهرجان التراثي، مهرجاني زايد التراثيم.